أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبجدد الترحيب بالأساتذة دكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، ودكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس. يمكن احنا غطينا كل ما يتعلق بالمحاكمة، محاكمة رئيس المعزول، سواء في القضية اللي المفروض أن الجلسة كانت منعقدة ليها النهاردة، قضية الاتحادية أو القضايا الأخرى اللي هو متهم فيها. يعني كان جزء من حوارنا عن جهاز الشرطة، ويعني حوارنا الجانبي وما يحتاجه جهاز الشرطة حتى يعود مرة أخرى إلى قوته، وفي نفس الوقت يعني تفضل العلاقة بينه وبين الشعب على ما يراد أن تكون عليه. وحضراتكم عندكم اقتراحات في هذا الموضوع؟ يعني أود أن أعرض على السادة المشاهدين يعني الصورة اللي أتمنى أن يكون عليها جهاز الشرطة مستقبلا. أولا بودي الناس كلها أنه يرجع جهاز الشرطة يهتم بالأمن الجنائي أكتر من الأمن السياسي، بدل ما يعني يتعامل مع مصر على أنها نظام حكم، يتعامل على أنها مجموعة من المواطنين. فضلا عن انه من الواجب انه يحصل تحديث للمنظومة الامنية بالكامل. فكرة الامن المركزي وتركيز 120 الف عسكري من الفرز الثالث بتاع القوات المسلحة، اللي هم يعني بصراحة امكانياتهم في التعامل حتى مع المواطن العادي امكانيات محدودة وضعيفة، لانهم ما عندهمش يعني الرؤية الكافية. نعم. البوليسية الكافية. فالمطلوب انه يستخدموا التقنيات الحديثة. نعم، انا بس عايزة يعني اقطع حضرتك معلش عشان انضم لنا دلوقتي اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الاعلام. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا بيك يا ست منى، وتحياتي للاساتذة الدكاترة احمد الجنزور ودكتور نبيل. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا زي حضرتك. اسألك اولا سيادة اللواء عن الحالة الامنية كما ترصدها بشكل عام، تفضل. لا، الحاله الامنيه الحمد لله هادئه تماما. كان هناك بعض الانباء ترددت عن وجود سياره امام نادي القضاه في الجيزه، وتبين انها سياره متروكه، وبفحصها تبين سلبيه وجود اي متفجرات فيها. يعني الحاله الامنيه على مستوى الجمهوريه مطمئنه تماما. هناك بعض المناوشات في امام المدينه الجامعيه في الازهر، قوات موجوده، وهي مناوشات ما بين بعض اهالي المنطقه وبعض الطلاب، ان شاء الله سيتم التدخل لانهائها ان شاء الله فورا. انا حبيت بس اتدخل لان يعني جرح مشاعرنا في وزارة الداخلية ما ذكره الدكتور احمد الجنزوري بشأن السيد المقدم ساطع النعماني. السيد المقدم ساطع النعماني اصيب في الاشتباكات في 3/7، تم نقله بطيارة خاصة جت من مركز جونيري في سويسرا بطيارة طبية مجهزة في 9/7، وخضع للعلاج في المركز الجامعي في جنيف وفي مركز جونيري، حتى طلب يعني كان معاها شقيقه ده أستاذ جراح، طبيب جراح، رجع وراحت زوجته وطلب نجله وسفرناه، وكل ده على نفقة الوزارة، واستمر في العلاج هناك حتى طلبوا انهم يستكمل علاجه في لندن. تم الاستجابة لطلبه وتم وصوله الى لندن، وتم اقامته في فندق القوات المسلحة المخصص لهذه الحالات العلاجية، وتم تحويل المبالغ اللازمة التي طلبها المركز العلاجي اللي اختاروه هناك، وتم تحويل المبالغ تحت تصرف سيادته هناك لحسابات الإقامة، وإن الوزارة لا تتأخر أبدا عن أبنائها. أنا حبيت أوضح هذا. طيب في رد من سيادة اللواء. ازي حضرتك؟ بس أهلا بيك فندم. وأنت يعني نكن كل التقدير والاحترام لشخصك والوزارة كاملة. أنا بس بنقل لحضرتك هذه الصورة وهذه الرسالة. حتى قلت أنا هستأذن بس، والوزارة طلعت عليه على الفيسبوك. أيوة، وأنا بأجري حاليا يعني هذه الرساله. سياده اللواء بعد اذن معليك، سياده اللواء عشان اتواصل معاه اشوف ايه سبب. سياده اللواء بعد اذن معليك، هل ما نقلته لسيادتك هو بمحض الافتراء، ولا هو فعلا كان بعد؟ هو فعلا نشر على ما انا حبيت بس على صفحته. الراي العام الذي لم يقرا هذا، وربما يعني هو يعني بس النتيجه يعني هل سياده المقدم سطح النعماني كان كاتب كده على صفحته الشخصيه امبارح ولا لا؟ هو مكتوب فعلا، واحنا تابعناه ونقلناه، وانا حاليا باجري اتصال. هناك مبالغ تحت حساب العلاج ومجرد تحقق من المعلومه. مشكور سياده اللواء بعد اذن معليك، احنا بنشكرك جدا. نشكرك على الاستجابه السريعه سياده اللواء. شكرا يا فندم.
سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام. اتفضل يا فندم. حضرتك كنت عايز تكمل فكرتك. لا كنت بقول يعني نود ان احنا نرى الشرطة المصرية وهم رجال يعني الحقيقة وطنيين مخلصين ولهم مؤسسة عظيمة لها تاريخ في حماية المواطن أمن المواطن وفي حماية البلد كلها، نود ان تزود بكافة الإمكانيات الحديثة التقنيات الحديثة في إزاء مجرمين سياسيين ومدربين ومزودين من أمريكا وقطر وتركيا بأحدث التكنولوجيا الحديثة، التنصت والتدريب عليها وعلى استخدام. طيب احنا اتفضل لو عندك بس هي سريعة هي وقتنا. الشرطة تحملت الكثير وتحملت أعباء فوق طاقتها. ضابط الشرطة اللي موجود في الشارع هو من شاهد زميله يقتل ويجرح ويصاب وزميله من قبلها مثل أمام المحكمة ويحاكم. هؤلاء الأشخاص الأربعة لم يأتي لهم أحدا بحق إلا في ظل الوزارة الحالية فقط لغير. الوزارات السابقة على رأسها الدكتور هشام منديل كنت تقدمت بطلب لمرسي وهو في أول حكمه بمساواة شهداء الشرطة ومصابيها بشهداء ومصابي الثورة. شهيد الثورة اللي كانوا بيقولوا عليه شهيد كان بياخد 150 ألف جنيه بينما شهيد الشرطة كان بياخد 45 ألف ولا 35 ألف جنيه. الشخص الوحيد اللي قام بهذا الكلام هو سيادة اللواء أحمد جمال الدين اللي رفع الحد الأدنى وخلاه يصل لحد 100 ألف جنيه و150 ألف جنيه وفتح العلاج. أنا بقول كل التقدير لهؤلاء الأشخاص لكن لازم يجدوا لهم مساندة من كل أطراف المجتمع وأيضا يجدوا لهم مساندة من الحكومة الحالية. لابد أن نتحول إلى مرحلة التكنولوجيا الخاصة بالكاميرات في كل أماكن في كل الشوارع. لابد أيضا أن نتحول إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الفكر الحديث في مسألة الأمن، مسألة الاستعانة بأفراد أخرى مدربين غير القطاع الأمن المركزي اللي هو فيه العساكر. هننتقيهم بأي وسيلة كانت وده اقتراح وليس أمر لأنه القائمين على الوزارة على رأسهم سيادة اللواء عبد الفتاح عثمان كان بيتكلم كل المجهود ليه وكل الشكر ليه وسيادة الوزير وكل الناس اللي أكيد موجودين معه. أكيد يعني أنا بشكر حضراتكم دكتور أحمد الجنزوري أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ودكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس. وأخيرا نستطلع الوضع عند جامعة الأزهر من أمام المدينة الجامعية ومعنا مراسلتنا سارة فؤاد. سارة الوضع عندك إيه دلوقتي؟ ليك يا منى، يعني الآن طلاب من داخل المدينة الجامعية فتحوا البوابات الرئيسية للمدينة الجامعية بعد أن قامت قوات الأمن بغلقها، والآن يتبادلون إطلاق الحجارة بينه وبين الأهالي الشرفاء في شارع يوسف عباس أمام المدينة الجامعية. نعم. وقوات الأمن غير متواجدة في هذه اللحظة. وواضح أنه مشهد جامعة الأزهر سيظل معنا لفترة لأنه زي ما ذكرت يا سارة الطلاب فتحوا باب المدينة بعد أن تم إغلاقه من الأمن وفي تراشق واشتباك بينهم وبين المواطنين أو الأهالي. طيب إحنا هنكون معاك يا سارة أكيد في متابعتنا المستمرة وإحنا مستمرين مع حضراتكم في التغطية والمتابعة. وبعد الفاصل هيكون معاكم زميلي علي البهنساوي في تغطية بث مباشر على سيدي. خليكم معاكم.